اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من وصفه امل. هعمل لكم النهارده دقيقه كوسه. ايه دقيقه دي؟ تملي كانوا بيقولوا دقيقه باميه، دقيقه بطاطس، دقيقه كوسه، يعني كوسه في حاجه صغيره، يعني طاجن صغنن، مش طاجن كبير. لما بيقولوا طاجن كان بيقولوا طاجن كبير، لكن حاجه صغيره كده وجميله ومنقنقه وايه وتتاكل في اي وقت، وممكن كمان ان هي تتحط في الفريزر وتطلعيها وتحطيها بعد كده في الفرن. خلاص انا ابتديت احط اعمل الكوسه بالبشاميل النهارده. هعملها لكم بالنعناع الفريش، بشاميل وجبنه شيدر من فوق، وقطعتها بالطول تمام زي ما انتم شايفين كده، قطعتها بالطول، حطيتها بس الزبده من تحت، وايه وهحط الكوسه راق ولحمه وراق تاني كوسه واحطها بالبشاميل وعليها الجبنه المبشوره. وهعمل لكم النهارده حاجه حلوه كمان، حاجه كده صغيره حلوه تمام. هنعمل البصله عادي، حبه ثوم وحبه بصل، ونجيب اللحمه المفرومه، ده العصاج اهو. هنحط اللحمه المفرومه مع الثوم وزيت الزيتون عادي، العصاج عادي، بس انا بقى برضو بعمله قدامكم عشان تشوفوا العصاج ده كلنا بنعمله. بس انا العصاج بتاعي بقى مختلف شويه، في حته قرفايه، في حته قرنفلايه، في حته دبس رمان، يعني تمام ايه بعمله كده بيبقى ليه نكهه جميله تمام. هذه اللحمه المفرومه، مقاديرنا طبعا هتلاقوها على الويب سايت محطوطه وموجوده. وصفاتنا ستيب 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 باي ستيب، هتلاقي انك انت عرفتي عملتي بالذات في الاكل، انك انت ممكن تحطي كله على بعضه، وممكن تحطي خطوه خطوه هيبقى طعمه مختلف تماما. يعني احنا مش معقول هنروح عاملين البصل نحطه ويتحمر وبعد كده تحطي الزيت، اكيد لا. فاحنا بنحط الزيت الاول بعد كده يسخن، بعد كده تحطي البصل، تحطي ثوم، تحطي اللحمه، تحطي توابل بعد اللحمه، تحطي الملح في الاخر علشان الملح بيفضي ميه كتير قوي من اللحمه، وخصوصا لو هي كانت لسه مجمده. وحته برضو كده نتعلمها، لما تكون اللحمه مجمده خفيش منها لو حطيتيها على طول في النار، لكن لو سبتيها نص كده وتلاقي اللحمه كده حبه من فوق ساحت والحبه الثانيه لسه جامده، ارجوكي بلاش. يعني اللي بيطبخ ما ينفعش ان هو يعمل كده، لان دي هتبقى بكتيريا ودي مش المفروض. لازم تخلي اللحمه تسيح خالص خالص، يا اما تحطيها كلها مجمده في النار زي مثلا الكوبيبه بنحمرها بالمتلجه. ليه؟ لان الشق ده بتاع السخن بعد ما كانت ساقعه وتحطيها في السخن بتموت البكتيريا، لكن لو هي نص نص لا، يا اما للاخر خالص تسيح، يا اما بعد كده نحطها بحالها من التلاجه في النار تمام. هنروح حاطين بقى على الناحيه النار الثانيه، نفتحها ونحط معاها، هنعمل البشاميل. عايزه بشاميل كده رايق ناعم جميل، هنروح حاطينه هنا اهو. هحط زبده وهحمر الدقيق وهعمل بشاميل حلو كده تمام. كده فكفكت اللحمه من جنبها، يعني هي كلها سايحه. لو هي كانت تخينه هتلاقي بقى ايه، دي استوت ودي ما استوتش وفي كلكعه في النص، ما بحبش انا كده. زمان زمان قبل ما انا ادرس المواضيع دي وادرس هايجين واعرف الدنيا ماشيه ازاي، كان الواحد بيروح فككها تحت ميه سخنه. مصيبه، دي مصيبه جدا، اوعي تعملي كده تمام. دي طبعا لسلامتكم وسلامه اطفالكم، والواحد ممكن ياكلها دلوقتي وهو لسه بعافيته، بس بعد كده مع الوقت الحاجات دي بتاثر. يعني البكتيريا دي ما هي بتفضل في الجسم، بتفضل في الدم، بتفضل في العظم، يعني كل الحاجات دي. كل ما اكلتي حاجه نظيفه، كل ما اكلتي حاجه صحيه، هتديكي انك انت قادره تقومي كويس، قادره تقفي كويس، قادره تقفي اطول. الحمد لله طبعا الواحد ربنا يديكوا كلكم الصحه يا رب، بس الواحد بيبقى يكون واحد كده نشيط، وفي واحد بيكون مش قادر، بيبقى الكبد ده اللي هو بينظف كل حاجه. فالواحد لازم ياكل الحاجات المفيده اللي تخلي الواحد يديله الطاقه
اللي لازمه، يعني مش لازم تكونوا هيراكليز بقى وننط الحبل وكل الكلام ده لا، بس الواحد يكون الايه بصحه كويسه. ربنا يديكم الصحه كلكم يا رب. تمام، هنا دلوقتي هنحط بقى ايه شويه التحابيش بتاعتنا، فلفل اسود حبه فلفل اسود كويسين، تخلي برضو اللحمه تستوي كويس. تمام، مش هتقولي ان هي هتخش الفرن، لا الكوسه ما بتاخدش حاجه، خلاص هناخدها فاللحمه تكون مستويه كويس. بص الطيب، تمام، هنحط حبه قرفه، تمام، وحبه قرنفل. تمام، ده بقى الروائح الجميله دي، نمسحها بس كده علشان جت عليها طارت. وهنحط دلوقتي نبتدي نعمل الاساس بتاع اي حاجه بشاميل، العصاج، تمام، والبشاميل. خطوات سهله جدا جدا جدا. هنحط دلوقتي، شوفوا معايا، اغطي عليها شويه. اول حاجه هنحطها للبشاميل الزبده، تمام، ادي اهي الزبده، تمام. هنحط مع الزبده هنحط دقيق، تمام، دقيق حبه بحبه حبه بحبه، وهندورها بمضرب السلك. دي طبعا احنا حطينا لها التوابل من غير الملح، هنحط في الملح في الاخر. تمام، دي كده الدقيق ودقيق وزبده بس. تمام، هتروحي حاطه شويه بشويه اللبن حبه بحبه، وتقعدي تقلبي. طبعا البشاميل ليه تلات طرق، يا اما تعمليه كله في الخلاط، يا اما تحطيه طبعا كده على النار حبه بحبه، يا اما تروحي حطاه كل الانجريدينتس كده جوه في الطاسه وتعمليه لوحده في الفرن. تمام، فانا بالنسبه لي اسهل حاجه طبعا انك انت تحطيه في الخلاط تضربي كله ببعضه، بس هنا كده يبقى الايه ناعم ازاي، ان الزبده تكون مخدومه ومستويه، اللبن يكون مستوي معاه، الدقيق يستوي، شايفين اهو. وهنضرب فيها بيضايه بس بعد لما هي ايه تبتدي تمسحي كويس وتخليها انها كله يدخل معاها على نار هادية وتقعدي تقلبي. تمام، هتحطي برضو شوية دقيق تانية حبة صغننة عشان ايه تجمد، انا حاسة ان هي ايه طبعا المقادير معاكي، هتحطي عليها الدقيق وبعد كده لبن برضو تاني. اهي بصي ابتدت اهي تتقل اهي، لما انت تقعدي تتقلبيها جامد جامد كده عشان ما تكلكعش. تمام، شايفين اهي، حطي اللبن وهبتدي بقى احط التوابل عليها. حلو كده، وكده البشاميل بتاعتي الرايقه خلصت، هحط لها بس التوابل بتاعتها واسيبها تهدى سنه، ولما تهدى السنه بس اروح ضربه معاها البيضه واروح لفاها تاني. تمام كده، يبقى البشاميل بتاعك سهله خالص خالص، مفيش انت مش محتاجه انك انت حاجه تانية
تكه برضو علشان نتعلم ازاي نعمل البشاميل، اعمليه في الطاسه ألذ حاجه. لو عملتيه في الحله، الحله برضو هتلسع وتكلكع، هنا هتبتدي تشوفي، لان انت لو هنا بصي كده ما تلسعيش ايه البشاميل. هروح حطلها طبعا الفانيليا، وجوزة الطيب مهمة جدا للبشاميل. تمام، هروح حطلها دلوقتي جوزة الطيب. جوزة الطيب اهي، وملح، شوية ملح، وكده يبقى خلصت بتاعتنا البشاميل. ما شاء الله زي الفل وريحتها تجنن، وحبه فلفل اسود. هادي عليها طبعا زي ما قلت لكم، هادي خالص اهي، حطها هرفعها من على النار. تمام، عشان اضرب فيها بعد كده البضايه اهي في الاخر خالص اهي، بيضه واحده بس، واروح مقلبه فيها. تمام اهي، وهي دافيه من مش من على النار علشان ما تبقاش اومليت. بشاميل جميل جميل جميل. تمام، وكده خلصت البشاميل بتاعي. هنروح حاطينها دلوقتي تهدى، نطلع فاصل، ولما نرجع نحط لكم الحاجات ازاي على نوريها لكم ازاي هنحطها في الدقيق ونحطها في الفرن ونعمل الحلو بتاعنا. يلا اشوفكم تاني.